السلام عليكم، حياكم الله واهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج في المكملات وخف العمق، في واحد من المكملات اللي من زمان نستجربهم من شركة Applied Nutrition البريطانية كلير واي بروتين. هندخل في العمق نعرف ايش بتكون، كيف طعمه، كيف بيخلط. لو كنت مهتم اشترك في القناة واعطيها لايك ويلا بينا. مبدئيا رجعت ستايل العدسة الواسعة الوايد انجل لينس عشان نكون قريبين ونعمل بش بش وحركات هذه. فاترك لي في التعليقات لو انت متابع من زمان مين الاحسن، او هذا السيت اب احسن ولا السيت اب القديمة اللي هي من بعيد. صار لي فترة بستخدم الكلير واي اللي هو الواي بروتين او مكملات بروتين الواي الشفافة اللي بتكون نكهات عصير، نكهات فواكه، نكهات توت وبطيخ، بدل مقارنة بالواي العادي اللي بتكون نكهات الحليب والشوكولاتة والكراميل والشغلات هذه. وبصراحة انا مستمتع فيها، بالذات اني بستخدم الواي بروتين خلال التمرين جوا التمرين. فوصل لي فتره شغال على بروتين ماي بروتين، لو انت ملاحظ هو كلير واي من ماي بروتين، وكان ماشي بشكل جيد لغايه ما عرفت على كلير واي بروتين من ابلايد نيوتريشن. لو ما بتعرف الشركه، فابلايد نيوتريشن شركه بريطانيه من اقوى شركات بيع المكملات الغذائيه البريطانيه. هم اللي بيعملوا بري ورك اوت الاي بي اي الاول بلاك لو انت سامع عنه. وهذا المكمل عباره عن هيدرولايزد واي بروتين. باختصار شديد الواي بروتين هو مستخلص مثل اللبن، في منه كذا نوع حسب نقاوته، طريقة تصفيته. الأولهم يكون الواي كونسنتريت، ويليهم الايسوليت واي، ويليهم الأكثر نقاوة والأكثر تصفية اللي هو الهيدرولايزد واي بروتين، وهذا واحد منهم. من غير كنت الآن ندخل في لوحة المكملات نعرف من إيش بتكون هذا الشيء الجميل. من أول لوحة المكملات حتعرف إنه حجم سكوب 25 جرام، وهذا الكيس بيحتوي على تقريبا 35 سكوب. السكوب عبارة عن 90 سعرة حرارية، وهذا يعتبر قليل جدا جدا جدا، بالذات الناس اللي حابة انها تخسر وزن. ف 90 سعرة حرارية قليل بالنسبة للبروتين، وهذا جيد. من ال 90 سعرة حرارية هذول فقط أقل من نصف جرام، لا حتى أقل، 0.1 من 10 منهم دهون، جرام واحد فقط منهم كربوهيدرات أو سكريات، منهم 0.2 من 10 جرام سكر، و 21 جرام من البروتينات، 5 جرام منهم أحماض أمينية متشعبة اللي هي الـ BCAA. إذن 21 جرام داخل السكوب اللي حجمه 25 جرام، وهذا معناته أن السكوب يحتوي على 84% بروتين صافي، هذه نسبة عالية جدا جدا جدا. برافو Applied Nutrition. وهذه اللي فيها، لو تنزل لوحة المكونات حتعرف انه معظم السكوب عبارة عن Hydrolyzed Whey Protein زي ما حكينا، اللي هو مصل لبن ولكن مصفى بشكل اعلى او منقى بشكل اعلى عشان يسهل امتصاصه، وبيحتوي على 5 جرامات من الـ BCAA، وهذا جوا سكوب كلير واي بروتين من Applied Nutrition. بالنسبة للطعم، بالنسبة للنكهة، النكهة اللي معانا اليوم اللي هي تويرلر آيس كريم بالبريطاني آيس كريم أخضر وخلص. طريقة الاستخدام ينصح بخلط سكوب مع 40 ملي من المي، معانا 40 ملي من المي. أول مرة أجربه، لسه ما جربته. على العموم هو الكيس مزعج شوي بالفتح، فاصل وأنا واصل. شخصياً موضوع الأكياس بالمكملات أبداً مش فعال. هنأخذ سكوب من هذا الشيء ونخلطه مع 40 ملي من المي. سكر الشيكر بشكل جيد، تعطيها تمارين سواعد. في كوب الاختبار حنصب هذا الشيء في هذا الشيء. يا سلام، يخلط بشكل جيد، لونه رهيب. يب طعم رهيب، طعمه فعلا رهيب. ما في عندك الافتر تيست اللي بتحسه مع البروتينات، وما بيلزق مع شويه ثلج. بالنسبه لطريقه الاستخدام، زي اي مكمل بروتيني انت بتاخده حسب احتياجك اليومي. انت محتاج كميه معينه من البروتين يوميا. لو ما عرفت انك تاخذها من الاكل، او بدك حل اسهل يعطيك البروتينات هذه بسرعه، تستخدم مكملات البروتين. بالنسبه لي شخصيا مكملات البروتين هذه بالذات اللي فيها نكهات عصيريه، انا بفضل ان استخدمها خلال التمرين. في دراسه مرت علي في فتره ما، كانوا بيجربوا اضافه الكربوهيدرات والبروتين او واي البروتين خلال التمرين، ووجدوا انه في بعض الفائده في تحسين الاستشفاء العضلي وتحسين البناء العضلي، وايضا عشان سهوله اخذها، لانه انا بعد التمرين على طول باخذ وجبه، فما عندي وقت انه بعد التمرين اشرب سكوب بروتين بعدين اخذ الوجبه، فباخذ سكوب
سكوب البروتين خلال التمرين، ومكملات الواي بروتين او الايسوليت واي بروتين العصيريه هذه ما بتعمل مشاكل في المعده وممكن تشربها بسهوله خلال التمرين. بالنسبه لي كانت جيده ومفيده ورائعه، عاد كل واحد بيستخدمها حسب احتياجه وحسب حاجته. هذا هو بالنسبه لكلير واي بروتين من ابلايد نيوتريشن. لو عجبك الفيديو اترك لايك، اشترك في القناة لو ما كنت مشترك، واترك في التعليقات ايش المنتجات اللي منتشرة عندك وحاب انه نستضيفها في هذه البرنامج. لغاية الفيديو الثاني نشوفكم على خير وسلام.